التدخلات الاقتصادية الخارجية التي تسعى إليها دول إقليمية ودول عالمية، ربما تركيا وإيران على رأس هذه الدول الإقليمية التي تحاول أن تجعل العراق سوق لتصريف منتجاتها بشكل كبير جدا، أدى إلى اضمحلال وموت الصناعة أو الاقتصاد أو القطاعات الاقتصادية داخل العراق. هذا كله أثر بشكل كبير جدا على معدل التضخم وارتفاع الأسعار لعدم وجود قدرة على الاقتصاد العراقي على مواكبة الطلب في السلع والخدمات، والطلب المتزايد مع قلة الموارد أدى إلى ارتفاع هذه الأسعار وزيادة التضخم. العقوبات الأمريكية طبعا جعلت اقتصادها محدود، وأيضا في ضائقة مالية وأيضا تجارية واقتصادية نظرا لفرض العقوبات، مما أدى إلى أن تنعكس البوصلة نحو العراق ليكون الفناء الخلفي لإيران والمتنفس الاقتصادي، وأيضا تحاول أن تزيد يعني التبادل التجاري معه إلى من 12 مليار دولار إلى أعلى من هذا الرقم سنويا. Thank you.